مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج في الصميم. في هذه الحلقة نستضيف محمد جواري، المدير العام لشركة كازا إيفنت الدار البيضاء للتنشيط. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخ سمير، مرحبا بكم. أول سؤال كيتبادر للذهن في هذه الظرفية هو مباراة نهاية عصبة أبطال إفريقيا اللي غيستقبل فيها نادي الوداد الرياضي فريق الأهلي المصري. كيفاش كتستعدوا نتوما في كازا ايفنت اللي عندكم تدبير ديال مركب محمد الخامس، كيفاش كتستعدوا لهذه المباراه الكبيره؟ واش ممكن نطمعوا ان مثلا نلقاو نفس التنظيم اللي كان في مباراه المغرب والكابون؟ ففيما يخص ان شاء الله المباراه ديال النهائي ديال الاهلي مع فريق الوداد في مركب محمد الخامس، فاحنا بدينا التدابير باسكو لان اليوم يعني التاريخ راه محدد، وبالنسبه لنا يعني غنحاولوا نسرعوا من الوتيره ديال التهيئ خصوصا فيما يخص التذاكر. فكيف تتعرفوا المشكل الكبير اللي عندنا واللي ديما تيخلق لنا بعض المتاعب هو التذاكر. فمن هذه الناحيه فهاد الصباح احنا رحنا ديجا يعني بدينا في التحضيرات لطبع التذاكر باش نحاولوا نوضعها في السوق يعني باكرا. ملي نقول باكرا يعني في بدايه الاسبوع ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا باش نعطي واحد الفرصه للجميع لاقتناء التذاكر. فيما يخص التحضير الاجمالي للمركب فيعني غادي تاخذ جميع التدابير فيما يخص الصيانه ديال المركب، فيما يخص المرافق ديالو، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نعطيو واحد الصوره. فاحنا اليوم كنا فرحانين بهذا يعني بهذا التاهيل وهذه النتيجه ديال التاهيل ديال فريق الوداد الى النهائي، وبغينا ان شاء الله الرحمن الرحيم نغتنموا هذه الفرصه ديال هذه المباراه اللي غادي تكون ان شاء الله عندها واحد التتبع عالمي، باش نعطيو واحد الصوره طيبه وصوره جميله للمركب محمد الخامس ومدينه الدار البيضاء في هذه المناسبه. طيب في التحضير ما كاينش غير طبع التذاكر، كاين بعض الامور اخرى تنظيميه واللي مهمه، اللي هي مثلا كاين لاحظنا في هذه المباريات الاخيره كانت عمليه السوق السوداء. شنو التدابير اللي غتجعل ان نحمي المشاهدين من هذه العمليه اللي كتخلق واحد الفوضى كبيره؟ هذه الاولى. ثانيا كيفاش غنضمنوا لهذ المشاهدين اللي غياخذوا التذكره منين يدخل الملعب يلقى الكرسي ديالو؟ لان اليوم كاين مشكل الكراسي مرقمه ولكن ما كاينش التوجيه لكل واحد الكرسي ديالو، الواحد ملي كيدخل كيمشي يجلس فين ما بغى. فلقينا في مباريات واخرها هذه مباراه الوداد واتحاد العاصمه ان الناس كانوا عندهم تذاكر ومدخلوا الملعب بقوا واقفين. شنو ممكن نديروا باش نتجنبوا هذا الشيء؟ اللي يمكن لي نقول لك هو انه فيما يخص المباريات اللي مرات من غير هذه اللي قبل من هذه ديال اتحاد العاصمه، احنا كنا سراعي فيما يخص التذاكر ديال المنصات الشرفيه ان الجميع اللي تيقتني التذكره ولا حتى انه تيتوصل بها على طريق دعوه من الفريق المستقبل انه يلقى المكان ديالو المرقم اللي عنده في التذكره. اللي وقع في المباراه الاخيره هو انه كان واحد الاقبال كبير وتم يعني اعطاء دعوات كثيره، لهذا ما يعني المنظمين اللي كانوا متخصصين في ذاك المكان ما قدروش يستجبوا للجميع. فيما يخص المباراه المقبله حنايا تنقولوها وتنعاودوها ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نراعيو، وخا انه المباراه غادي تكون يعني جذابه وكل شيء غادي يبغي يحضر، ولكن راه تنقولها وتنعاودها فذاك المنصه الطاقه الاستيعابيه ديالها راه هي 547 مكان، يعني ما يمكنناش نتجاوزوا ذاك 547 مكان مرقم. نعم. اذا اللي كاين هو انه غادي نحاول غادي نديروا نبذلوا جميع الجهود باش نحترموها، غير الا كان العدد 547 فالارقام راه تحترم، اما ملي تيكون سكون ابيل لو سيغ بوكينغ فالله غالب. لكن الدعوات مثلا غادي يكون مكلف بها نادي الوداد الرياضي، خصكم يعني تتفقوا مع نادي الوداد الرياضي على هذا الاساس، عدد الدعوات يساوي عدد المقاعد. تماما. والمنظمين اللي كيكونوا لي ستاد ديال اللي كيكونوا تما خصهم عندهم تعليمات صارمه، اللي ما عندوش تذكيره مرقمه ما يجلسش في اي في اي كان. فاللي جرت به العاده هو ان هذا 547 تيتم
اخذ منها واحد الجزء لان فريق الوداد ولا حتى فريق الرجاء تيكونوا عندهم ما يسمى دي زونغاجمون كونتراكتويل، يعني عندهم واحد العقود مع مستشارين او مع الكوميتي او هذاك تياخذوا واحد الجزء منها، والجزء الثاني هو اللي تيتوضع في السوق للبيع. هذه المباراة الأخيرة هذاك الجزء الثاني اللي تيتوضع في السوق ما كانش، ففريق الوداد هو اللي خدا جميع التذاكر ديال المنصة الشرفية ديال المباراة اللي فات. هذه المباراة الجاية وباش نتجاوزوا هذا المشكل، لأن حنا تحطينا في واحد الموقف شوية حرج، لأن بزاف ديال الناس تيجيو تيسولونا على التذاكر ديال المنصة الشرفية. فاللي كاين هو غادي نرجعوا كيف كنا خدم يعني تنخدموا مع فريق الوداد ولا فريق الرجاء، غادي نعطيهم العدد اللي طلبوا ديال الدعوات اللي غادي تنقص كيف قلتي من 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 العدد الاجمالي، العدد الاجمالي ديال المرسى، وما تبقى هو توضع في السوق بطريقه عاديه. فيما يخص السوق السوداء وراه دويتي عليها، انا ديما تنقولها فالشركه ما عندهاش واحد العصا سحريه غادي نجيو غنقولوا بان غادي نقضيو على السوق السوداء، ولكن اللي كاين شنو تنحاولوا نديروا، تنحاولوا نصعبوا عليهم المهام. كيفاش؟ فاحنا اولا تنحاولوا بان نتجاوزوس جوج تذكيرات للشخص عندما تيدلي بالبطاقه التعريف ديالو، ولكن للاسف مادام انه تنخدموا حد السابق تنخدموا بطريقه يدويه. بمعنى شنو؟ يعني كاين واحد السيد واقف ديغيغ لو كيشي، تجي تعطي لا كارت ديالك تاخذ جوج، ولكن حتى شي حاجه ما تمنعك دوز عطيني الكيشي الاخر. شنو هو ان شاء الله العمل اللي حنا بغينا نقوموا به؟ هو انه بتنسيق مع رجال الامن ان نوضعوا واحد بحال دي تيرمينو، يعني واحد حاسوب اللي تيسمح لي ملي غتعطيني داك لاكارت نسيزيه النيميرو ديالها، فملي غادي تدوز عند الكيشي اللي من بعد غادي يسيزي غادي تخرج بان راك خديتي وما يعطيكش هذا هو اللي بغينا نوصلوا ليه. وانت غنوصلوا ليه هذا الشيء فوقاش غنوصلوا ليه؟ فبالنسبه لنا الهدف ديالنا نوصلوا ليه في هذا الموسم هذا ديال 2017-2018 اللي كاين، هو انه راك عارف بان المركب باقي تيعرف الاشغال ديال الشوط الشرط المرحله الثانيه الشطر الثاني ديال التاهيل. داكشي علاش باقي ما وصلناش لذاك يعني لذاك العمل في واحد الظروف اللي غادي تسمح لنا باش نحسنوا من هذه المساله. طيب هذه حنا تكلمنا على الترقيم ديال الكراسي، وهي ان هذا مهم، الناس كيطرحوه بشكل كبير وتيقول لك انا ملي تنمشي للملعب انا زبون، تنمشي خصني نلقى المقعد ونجلس فيه. تكلمنا على 547 وكل ملعب فيه 45000، باش نكونوا حتى عمليا ومنطقيا مع نفسنا اليوم يمكن خصنا نمشيو بالتدرج باش الجميع في واحد الوقت من الاوقات ملي غيكون عنده تذكره غيكون عنده رقم، ولكن خصنا الان ما نبقاوش غير في 547 اللي هما في اي بي، يمكن على الاقل نمشيو في المنصه المغطاه اللي فيها واحد 5000 ولا 6000، كلهم هاد الناس خصهم منين يدخلوا يلقاو بان عنده المقعد ويجلس فيه، باش نعملوا الشطر الثاني ديال هذه المساله هي اللي تتعمم على المنصه غير مغطاه، ولكن ما يمكنش نبقاو غير في 547 وحنا حاصلين فيها. لا انا متفق معك، هما كاينين جوج يعني واحد جوج مسالات اللي حنا دايرينهم في الهدف ديالنا الى 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 وصلنا لهم ونجحنا فيهم بالنسبه ليا غادي نكونوا درنا واحد الخطوه كبيره فيما يخص التدبير المحكم للمركب. فهي اولا هذه القضيه اللي قلتي بانه المنصات كل بجوج حتى ديال المغطات اللي تقريبا كاين اكثر من 11000 6000 5000، يعني بالعلم انه وهادي تنأكدها لك السي سمير بانه اليوم ما تنديروش شي حاجه ما يسمى بالسورشارج، يعني العدد اللي كاين ديال الكراسي راه هو العدد ديال التذاكر اللي كاين، هو انه باقي ما وصلناش انه ندوزوا الرساله لذاك الاشخاص اللي المتفرجين انه يقلب على الكرسي ديالو باش يجلس عليه. مي هذا هو الهدف ديالنا، فالهدف ديالنا هو ان هذوك المنصات بجوج الناس بحال المنصه الشرفيه يدخل بطريقه تلقائيه يمشي يقلب على بلاصتو ويجلس فيها، ولا لقى شي واحد جالس في بلاصتو ينوضوا باش هذاك حتى هو يمشي يقلب على بلاصتو. وهذه انا يعني متاكد بان غادي نوصلوها عن قريب. النقطة الثانية واللي هي بالنسبة لي هي غادي تكون إن شاء الله واحد نقزة مهمة، هي البيع ديال هاد المراكز ديال هاد الكراسي في الإنترنت. سيدياك الهدف ديالنا هو أن المنصة الشرفية والمنصتين المغطات نوصلوا أنهم التذاكر ديالهم
يمكن نحطوا واحد 30 ولا 40% ديالها في السوق بطريقه يدويه، ولكن الاهم منها يتباع مباشره على الانترنت. علاش؟ لان الناس المستهلكين ديال هذا النوع من التذاكر فهم اغلبيتهم زعما دي جون كاد كونيكتي بانكاريزي، باسكو الناس تنسى بان بور الانترنت خص لا كارت بانكير. اذا الانسان خص يكون عنده واحد الحساب بنكي وتكون عنده واحد البطاقه بنكيه، واغلبيه الاوقات لان انا تنشوفهم تيكون في المكان، فتقريبا الحمد لله هذوك الناس كلهم يقدروا يكون شي. خصنا نبداو ضروري نبداو وضروري كيف قلتي نبداو، لان العيب هو ان نبقاو نقولوا ودابا نديروا اليوم. الاهداف ديالنا والحمد لله وغاد تنغتنم هذه الفرصه وغادا سبق صحفي نقدر نقول لك، هو انه ان شاء الله في الايام ماشي الاسابيع والايام المقبله غادي نطلقوا لو سيت ديال الكومبلكس محمد 5 اللي غادي يولي عنده ان سيت ديالو خاص به، باش يعني يكون واحد التواصل مباشره مع المتفرجين مع المتتبعين هذا المرفق الحيوي ديال مدينه الدار البيضاء. وفي اطار هذا لو سيت غادي نوضعوا كذلك هذه القضيه ديال لا بلاتفورم ديال لو بايمون بار كارت. مزيان، غادي نبقى معك في كراسي المرقمه وكيف ما قلتي غتمشيو بتدرج باش هذه المساله تم. ولكن قبل ما نوصلوا لهذه المساله ديال الكراسي، على الاقل نبداو في لو زونينغ. اللي عنده واحد لا زون يحترمها، ملي تيكون عندي البيت التذكره فيها زون 3 الا مشيت لزون 4 خصهم يرجعوني ما ندخلش، لانه عمليا في هذه المباراه ديال اتحاد العاصمه راه الناس كانت عندهم اون زون وهذاك لو ستادي تيقول لي واه غير دخل. هاد الثقافه ديال غير دخل ما خصهاش تبقى، بمعنى هادوك لي ستادي راه خصكم ديروا لهم شي دوره تكوينيه ولا تكونوا صارمين معاهم. وحتى التورنيكي ما خصوش يدوز التذكره. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك، هاد غير دخل تنظن بان مبالغ فيها، لانه اللي خصنا نعرفوا وهذا بعض المرات تيخلق مشكل ومتاعب جوستومون لي ستادي لي سوبرفيزور ديال الشركه، هو انه داك الكود باغ، الا كان عندك ان كود باغ ديال لا زون 5 فيها لاكسي 5 و 6 راه ما تقدرش يعني عمليا تقنيا ما تقدرش تدخل فيها مثلا في لا زون 4 ولا لا زون 6، يعني ملي تحط الكود ما غاديش تقرا. اللي كاين هو انه اللي تلاحظوا ولا لاحظتي مثلا حتى في المباراه الاخيره ديال الرجاء، هو انه بعض المرات تيدخلوا الاشخاص مثلا في وقعت لنا بزاف في هذه المباراه الاخرى ديال الرجاء، دخلوا الناس في لا زون 6 والدار اللي تنسميوها حنا الدار ديال الوداد ولا ديال الرجاء، لا زون 6 ولا زون 7، ولكن اغلبيتهم فين بغاو يمشيو؟ بغاو يمشيو للمكانه. دونك سكيفي هما راه دخلوا من البيبان ديال ولكن كاينين داك لي بورت دو سيباراسيون تيبقاو مفتوحين للمسائل يعني امنيه، فهما واخا هكاك طلبوا باش دازوا للمكانه. وهذا هو المشكل، يعني كاين اليوم حنايا دابا تنديروا واحد، انا زعما عندي الامل كبير بانه غادي نوصلوا زعما على المدى المتوسط، هو انه كاين بزاف ديال العادات اللي هي مرخصه في ليسبري ديال في الذاكره ديال الناس. هو بالنسبه ليه المباراه شنو هي؟ هو انه يكون جالس في المكانه ولا يكون جالس في ريميجا ويكون ذاك النشاط. فتنظن بانه الاحترام ديال ديك المقاعد ولا على الاقل الى لاحظتي، وهذا زعما واحد المعضله اللي بعض المرات تخلعنا كمنظمين كمشرفين على المركب، هو ان حتى ذاك اماكن ديال الباساج دو سيكوري دو سيكوريتي داك لي بوند جون كيبانوش، وخصو يتمنع الجلوس لان هذه مساله امنيه خطيره جدا. هذه المره زعما واخا كان واحد يعني واحد الصوره جميله ديال المشجعين الفريق ديال الرجاء بالزي ديالهم الاخضر وداك الشيء، ولكن للاسف الشديد ذاك لي بوند جون اللي كان خصهم يكونوا ما كانوش باينين، وهذا بحد ذاته تيكون بحال اون سونيت دالار. علاش؟ لانه بزاف ديال الناس اللي خداو التذاكر ودخلوا من الابواب ديال زون 6 ولا زون 7 كلهم تكبوا لذاك المكان. فذاك الشيء قلت لك يعني تدريجيا تنظن بان التحسيس، وهذا ماشي غير ما خصوش يكون غير من طرف الشركه، فكذلك من طرف الفراق، من طرف المؤطرين ديال هذه الجمعيات محبي هذا الفراق اللي هما تبارك الله كثار، يحسوهم بانه راه اي منطقه عندها واحد الطاقه الاجماليه ديالها الاستيعابيه
يعني الكبيره ما يمكنناش نتعداو عليها نتعداوها. ولهذا هذاك الدروج الصفراء داك الممرات الصفراء راه ما مديوراش غير هكاك ولكن مديوره باش تسمح لنا تكون واحد المغادره ممرات امنيه هذا هو ضروري ممرات امنيه ضروري نحترموها وهادو في المعايير الدوليه الدوليه. وعلاش هادشي خصكم مزيان خصكم هادشي نتوما ككازا ايفنت تواصلوا مباشره مع الجمهور واليوم كاينه اليات كتفتح لكم هادشي غديروا موقع ديال مركب مزيان ديروا صفحه في الفيسبوك وتواصلوا مع هاد الناس في الامور التنظيميه والتحسيسيه قبل من اي مباراه تقول لهم هاد التنظيم كيفاش خصو يكون. نرجع للتنظيم دائما كنشوفوا التنظيم فيه بحال سرعتين ملي كتكون مباراه كبرى بحال ديال عصبه الابطال تيكون واحد المجهود اللي تيبان وملي كتكون مباراه ديال البطوله ترجعوا لواحد التنظيم اخر. ما نعطيك مثلا الفرق انه في بيع التذاكر ما بين مباراه الوداد واتحاد العاصمه ومباراه الرجاء وحسنة اكادير اللي داخله في البطوله هذيك الاولى كانت مركب واحد الخامس والثانيه صيفطوها لمركب الرجاء بشباك واحد 40,000 مخلق مشاكل كبيره. انا كنتسائل علاش صيفطوهم للوزيز المقر الدراجة باش يشريو التذاكر وانتم اللي مكلفين. هذه الاولى. ثانيا علاش مثلا الشاشه العملاقه في مباراه البطوله ما تخدمش؟ بلاتي نجاوبك على السؤال الاول. لا الى سمحتي سي سمير غادي نصحح لك المعلومه. احنا في الحقيقه تنتعاملوا بنفس الطريقه مع جميع المباريات. شنو هو اللي تيتغير؟ جوج حوايج تيتغيروا. اولا العدد التذاكر اللي تتوضع في السوق اللي كانت مباراه كبيره ومباراه يعني عاديه ما تيكونش في نفس العدد بدليل ان وهذه باش عاوتاني نغتنم هذه الفرصه باش نعاود نوضحها. العدد ديال التذاكر فالنادي هو اللي تيقرر فيه باش نكونوا واضحين. اللي وقع هو انه بالنسبه دويتي على الرجاء علاش ما بعناش، فانا تنقول لك العمليه وبشهاده ديال الناس ديال الرجاء والفريق ديال الرجاء عمليه ديال الرجاء البيع ديالها مر بواحد الطريقه سلسه ويعني عاديه. شنو وقع حنايا؟ بدينا البيع ديال ليكيب ديال الفرقه ديال الرجاء ضد حسنة اكادير يوم الجمعه. يوم الجمعه شنو هي؟ هي الليله اللي قبل من المباراه ديال الوداد، بالعلم ان التذاكر ديال الوداد سالوا في نهار واحد. فما بالك يعني دابا انا غارد لك السؤال، تصور انني غادي نحط التذاكر ديال 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 الرجاء تيتباعوا بالعلم ان المباراه ديال الوداد باقي غادي تلعب لغدا. فبديهيا يعني بواحد الطريقه تلقائيه الناس غادي يظنوا بانه راه حنا باقي تنبيعوا. ف اذا هذاك كان حل استثنائي. استثنائي لا حل نوضحوا لا غنوضحوا فهو كان حل استثنائي لمراعاه الامن وعدم خلق الفتنه فبالعكس الحمد لله. وهنا تنشكر الناس ديال الرجاء اللي تعاملوا معنا، فاحنا اللي كنا مكلفين في البيع في الوازيز وما كانش كيشي واحد، كانوا اربعه ديال اللي كيشي يروما كانوا في مكان واحد. فتم النهار الاول يوم الجمعه بيع اكثر من 12,000 تذكره. يوم الثاني ولو هو كان غير نفس النهار باسكو بدينا مع التسعود وسالينا مع الجوج لان كانت تدريبات ديال الفريق الرجاوي بعنا 10,000 تذكره. واليوم الاحد واليوم الاحد والاثنين فتم عرض تذاكر في مركب محمد الخامس. ومادام ان يعني كانت واحد الصيروره واحد العمل طيب في الوزيز فيعني خلينا كذلك العمل في المركب ديالكم. طيب المشكل الكبير اللي كاين بالنسبه للمركب محمد الخامس هو الاغلاق ديالو اللي كيتم على فترات متعدده، حتى هذا الشيء تم ارباك نادي الرجاء الرياضي ونادي الوداد الرياضي في المباريات ديالهم في التحضيرات ديالهم ولكن خاصه في المداخيل. راه في موسم عادي هاد جوج الانديه تيدخلوا 15 مليون درهم كمداخيل بالنسبه لكل واحد فيهم. هذه سنتين فيها كواحد ارتباك كبير، كل مره كنسمعوا تسهد كل مره، واش ما يمكنش نوضعوا واحد الاجنده ديال فترات الاغلاق اللي كتهم الصيانه، مثلا تكون فترات ديال توقف المباريات اللي هي في شهر 7 شهر 8 ومن بعد ممكن تكون شهر يناير، باش ننظموا هذه العمليه وتكون عندهم لا فيزيبيليتي هذه الانديه بجوج. لا زعما هذا الشيء اللي تتقوله السي سمير راه هو عين الصواب. ملي تتكون في واحد يعني في واحد الحاله ديال العمل والتدبير عاديه، يعني المركب ما عندوش استثناءات، لان اللي خصنا نعرفوا وتنعاود للحاله فالمركب
باقي خاضع للتاهيلات وباقي خصو يخضع للاشغال ديال التاهيل اللي تحت اشراف كازا اميناجمون اللي كاين. ودابا انا عرفتك تتهضر خصوصا على الصيانه، مادام انك دويتي على الصيانه، فالصيانه اللي غادي تجعلنا يعني نتخيلوا بان سالوا الاشغال وبان فواحد الوضعيه عاديه، فالصيانه الوحيده اللي غادي تجعلنا نفرضوا توقيف اللاعب على في المركب فهي الصيانه ديال العشب. والصيانه ديال العشب فهي كيف قلتي ماشي شي حاجه اللي تجي وتطيح، فهي عندها فصول ديالها وعندها اوقات ديالها اللي هي يعني خاضعه الاوقات ديال الفصول وخاضعه لواحد المسائل يعني سيونتيفيك علميه فيما يخص العشب وصيانه العشب. فاللي كاين فاتفاق مع الشركه ديال اللي مكلفه عندنا بصيانه العشب وكذلك تحت اشراف مجلس المدينه، حنا غادي نوضعوا واحد البرنامج. اللي كاين اليوم هو انه الحاله اللي وصلت لها العش كان وصل لواحد الحاله اللي كان خصنا ضروري يتم الصيانه ديالو قبل ان شاء الله من فصل الشتاء. ولهذا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يتم تنسيق مع الفريقين وكذلك مع الجامعه بعد ما ننتهيوا من هذه المباراه ديال الوداد ان شاء الله في نهايه الاسبوع المقبل، باش يتم يعني اخذ بالاعتبار يعني الاجندا ديال المباريات وفي نفس الوقت يعني الضغوطات ديال داك العشب باش يتم ان شاء الله الصيانه ديالو. طيب ما جاوبتينيش على السؤال ديال علاش الشاشه العملاقه ما كتشغلش في مباريات البطوله. الشاشه العملاقه لحد الساعه اللي خصنا نعرفوا فهما يعني الشاشه حيت بعض المرات كثرت الهضره على راهم خاسرين، ما انتم كيف شفتوا ما خاسرينش، ما السؤال ولكن اللي كاين هو انه الشاشه العملاقه كيف تتعرفوا فهي واحد الصفقه اللي كانت دازت بين كازا اميناجمون ولو بريستاتير يعني الشركه اللي كانت طاح لها. لحد الساعه باقي ما تمش عمليه التسليم الاداري الرسمي بين كازا اميناجمون. هلا فتره التجربه يعني الله باقي دابا في هذه الفتره التجربه، لهذا يعني احنا ما نقدروش نستعملوها في جميع المباريات لانه باقي ما تمش هذا التسليم الاداري الرسمي ديال. طيب مركب عبد الحميد خضع لواحد العدد من الاشغال اللي سمينا الشطر الاول وكان اعتقد كان في عاد 75 مليون درهم، وكاين الشطر الثاني اللي تيهم بالخصوص الاناره اللي خصها تخرج باش يولي معايير دوليه والمحيط الخارجي. شنو هي لاجوندا ديال هاد الاشغال؟ مش نعرف لاجوندا بطريقه واش غيترتب على اغلاق كذلك المركب؟ فاليوم الورش اللي يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم تنظن غادي يخرج بسرعه وغادي يتم ان شاء الله الادراج ديالو بسرعه فهو ورش ديال الاناره. ولما يعني هادو هي المعلومات اللي تناهر توصلت بها عن طريق يعني التقنيين اللي في عين المكان بانه ما غاديش يطلب اغلاق المركب، يعني حيث انه اغلب لان شنو الهدف من هذا الورش ديال الاناره هو كيف قلتي غنخرجوا داك الماء لي بوتو لان ما هذاك إذن أو الإنارة تتم من الخارج. فاللي في علمي أنا حسب المعلومات اللي توصلت بها فإنه الورش يعني غادي يستمر بطريقة عادية بدون واحد الحاجة لإغلاق المركب. فيما يخص المحيط فهناك يعني غادي يكون واحد الدراسة باش يتقرر واش غيتم الاغلاق ديالو ولا لا، ولكن هادشي كله زعما الا بغينا المعلومه الصحيحه فعند كازا اميناجمون. اوكي يعني اليوم مازال ما عندناش ما كاينش تمام الصوره واضحه. في شهر يناير المغرب غينظم كاس الشان افريقيا للمحليين ومركب محمد الخامس من الملاعب اللي غتستقبل هاد التظاهره، فيعني كيفاش كتستعدوا لهاد التظاهره الدوليه اللي خصنا يكون فيها تنظيم بمعايير ديال الكاف والفيفا؟ فاحنا اولا كان شرف كبير بالنسبه لنا وتنشكروا يعني الجامعه اللي وضعت كومبلكس محمد السانك في اللائحه اللي ان شاء الله اللي غادي تكون من بين الملاعب اللي غادي تستقبل مباريات ديال الدوري شان. احنا يعني اللي يمكن لي نقول لك حاليا احنا يعني مستعدين وراه الاشاره باش نقوموا بجميع ما يلزم باش نعطيو واحد الحله للمركب. يعني
داك الشيء كيف كيف الحمد لله انتم شفتوا كيفاش مرات المباراه ديال المغرب مع الكونغو زعما الحمد لله مرات في ظروف طيبه. فاحنا المركب فورا الاشاره ديال الجامعه لحد الساعه باش نكونوا واضحين يعني باقي ما توصلناش ان كايت شارج ولا يعني دفتر تحملات او شيء من هذا القبيل، ولكن اللي كاين هو ان سمحنايا على استعداد وعلى استعداد كبير باش نواكبوا اي طلبات ولا يعني متطلبات باش نكونوا في المعايير اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم تعطينا الفرصه باش نبينوا على القدرات ديال المركب وعلى الامكانيات ديالو. طيب دوينا كثير على مركب محمد الخامس وكازا ايفنتس يعني الدار البيضاء للتنشيط، ماشي غير مركب محمد الخامس ولكن كره القدم يعني كتاخذ الاهتمام الاكبر ديال المتابعين. شنو المهام ديال كازا ايفنت خارج كره القدم؟ بزاف الحوايج اللي خصنا في دقيقه لا حرام عليك اللي خصنا نعرفوا هو انه كازا ايفنت انيماسيون فهي شركه تنميه محليه خلقت من طرف بقرار من طرف مجلس المدينه في ابريل 2014، والمهام الاول ديال هذه الشركه فهو تسويق وترويج للصوره وجاذبيه وتحسين جاذبيه مدينه الدار البيضاء على الصعيد الدولي وكذلك على الصعيد الوطني. وفي هذا الاطار هذا التسويق وهذا الترويج تيكون يعني بمختلف الانشطه ثقافيه، انشطه اقتصاديه، انشطه رياضيه، وكذلك بخلق ما يسمى بالعلامة الترابية. فالحمد لله كازا إيفنت والمحاسن الصدف، فاليوم بلو بريسيزيمون البارح كان عندنا عيد الميلاد ديال العلامة نحن الدار البيضاء وي كازا بلانكا، لأن كنا طلقنا 24 عيد الميلاد الأول وحنا اليوم يعني نقول لك بأنه في هذه السنة الأولى اللي هي ما تتكونش معيار لأن تتكون هي البداية، يمكن نقول لك الحمد لله بأنه تم واحد تعامل إيجابي رغم ما قيل وأعيد فيه القول في الأيام الأولى، ولكن اليوم الحمد لله العلامة الترابية بدأت تأخذ المكانة ديالها بين البيضاويين. وتمات في إطار يعني واحد الأنشطة منها سمارت سيتي، منها جازابلانكا، منها فيستيفال دو كازابلانكا اللي الحمد لله مهرجان الدار البيضاء، واللي نتمنى أنك تعطيني شي فرصة نتكلموا عليه لأن الحمد لله كانت العودة ديالو كانت عودة الحمد لله. هو فعلا كآخر سؤال هو اللي كنا غنتكلموا عليه، يعني التجربة الأولى بغينا تقييم ديال هذا مهرجان الدار البيضاء في الدورة الأولى، وتحدث لنا كذلك على الدورة الثانية واش غتكون في نفس الموعد واش كيفاش كتستعدوا لها. فكيف قلت لك يعني المهرجان الدار البيضاء كنا بغينا يرجع ويرجع بواحد الحلة خاصة به. فكي تتعرفوا الحمد لله بزاف المدن عندها المهرجانات، والمشكل اللي كان عندنا في مدينه الدار البيضاء هو انه كان عنده مشكل ديال التموقع. التموقع يعني واش هو هير الموسيقى واين نوع من الموسيقى. فحاولنا نعطيه واحد الكاشي ديالو، واحد الصوره ديالو، واحد التموقع خاص به. لهذا اولا فهو كان يعني متنوع الفنون، حيث انه تقريبا عرضنا في ذاك العشر ايام ديال المهرجان كان اكثر من سبعه ديال الفنون، حيث انه تم بطبيعه الحال الموسيقى لان الموسيقى هي اللي تتجلب وتتكون هي جذابه فيما يخص الجمهور العديد، ولكن كان التمثيل، كانت القراءه، كانت الباغاد، كان لا كوميدي، كان الرسم، كان الرقص. يعني حاولنا باشتراك جميع المقاطعات، لان عاوتاني كذلك ما ننساوش ان الدور ديالنا كشركه محليه التنميه المحليه فعندنا الواجب ديال التراب باجمله. فتم اشراك جميع المقاطعات وتم ما يسمى بالسايد ايفنت، يعني 10 ايام ديال الانشطه في جميع المقرات ديال المقاطعات ديال مدينه الدار البيضاء. وكذلك وهذا هو المهم، فالبدايه يعني افتتاح المهرجان واختتام المهرجان فهو تم بما يسمى كازاكريا. شنو هي كازاكريا؟ فهو تم خلق بشباب بيضاوي ومغربي كذلك، حيث تم يعني انخراط اكثر من 180 شاب لمده 3 اشهر بالكاستينغ ديالهم بالكوتشينغ ديالهم، باش خلقنا واحد اللوحه فنيه تمت على
المحور مدينة الدار البيضاء اللي تم عرضها في الافتتاح ديال المركب ديال المهرجان وفي اختتام المهرجان باش عطينا واحد يعني واحد التموقع ديال 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 المهرجان الا وهو انه مهرجان فني يعني التصور ديالو بيضاويين لصالح البيضاويين وجميع الزوار. الدوره الثانيه ان شاء الله فما نخرجوش على هذه القاعده لانه الحمد لله لاقات واحد الاعجاب واحد يعني واحد واحد الاقبال من عند البيضاويين وكذلك الزوار ديال مدينه الدار البيضاء. فحنا غادي نحافظوا على نفس التوقيت يعني في بدايه جويليه 2018 ان شاء الله الرحمن الرحيم وبنفس التصور صديق غادي يكون نفس المشاركه ديال المقاطعات غادي بطبيعه الحال خصنا ننوعوا شويه فغادي يكون غادي ننوعوا فيما يخص الفنون اللي غادي تكون ما تفكروش انك تعطي واحد البعد الدولي اكبر لان الدار البيضاء تتيح لكم الاحتضان من طرف شركات كبرى انكم يعني باش تنميوا الموارد ديال هذا المهرجان وتعطي واحد البعد اكبر فهذا هو الهدف ديالنا وهذا هو السبب اللي جعلنا انه في هذا الشهر نوفمبر 2017 وجدنا ما يسمى بدوسي سبونسورين يعني ملف الاحتضان باش نبداو من دابا البحث على محتضنين لانه احنا مآمنين بانه بهاد الناس هادو باش يمكننا يعني نحسنوا من المردود ديال هذا المهرجان ولان ومأكدين كذلك كيف قلتي في الدار البيضاء تعطي واحد الفرصه واحد اناتو يعني واحد لاتو باش انه حتى فيما يخص الترويج الدولي يقدر يمر عبر هاد المهرجانات وعبر هاد التظاهرات من هاد القبيل هذا. طيب كنتمنى انه نخصوا حلقه اخرى للجوانب اللي خارج عن كره القدم لان كاين جوانب ثقافيه كبيره لازم نطرقوا لها فرصه اخرى ان شاء الله. واقتصاديه ما كراش نستقبل يعني دعوا تعرضوني ولا نعرضكم نهضروا على سما اختيتي مثلا فرص اخرى ان شاء الله نتحدثوا على جميع الجوانب ديال كازا ايفنت. شكرا لك والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. التوفيق ان شاء الله. شكرا.